يقول السائل: كيف أفعل مع شخص يدعو علي ظلما وأنا أتضرر من هذا الدعاء؟ عليك الصبر، عليك الصبر والاحتساب، وإذا كان يدعو بغير حق فإنه لا يضر إلى نفسه، لا يضرك دعاؤه، إذا كان دعاؤه بغير حق فلا يضرك. أما إن كنت ظالما له فعليك أن تتراجع عن الظلم، لأن دعوة المظلوم مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن كنت ظالما فعليك أن تطلب منه المسامحة، وإن كنت مظلوما فلا يضرك دعاؤه. نعم.